خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في صباح أحد الأيام وتوجه إلى المسجد، يعني مسجد المدينة المنورة، وذلك ليقضي حوائج الناس. وحينما رآه أصحابه التفوا حوله، وراح كل منهم يعرض عليه حاجته أو يسأله سؤالاً يهمه. أما النبي صلى الله عليه وآله فقد كان يستمع جيداً إلى كل متكلم منهم بكثير من التواضع والاهتمام. بينما كان الأصحاب يفرحون لهذا الاهتمام من جانب النبي، فيقتربون منه أكثر فأكثر ليتعلموا منه أحكام دينهم ويتعلموا منه فضائل الأخلاق. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيب الناس على مسائلهم وأسئلتهم، إلا أنه كان مهتماً أيضاً في داخل نفسه بأمر آخر، أمر دفعه لأن يقول لمن كان جالساً معه: تعالوا لنخرج من المسجد، فعندي أمر مهم ويجب أن نؤديه. فتعجب الأشخاص أولئك ووافقوا النبي وقاموا ليخرجوا مع النبي الذي تقدمهم إلى خارج المسجد. ومشى الجميع حتى وصلوا إلى طريق من طرقات المدينة، فالتفت النبي إلى أصحابه وقال لهم: سيأتيكم شخص من هذا الزقاق وهو لم يلتقي أي إنسان منذ 3 أيام. فراح الأصحاب يتساءلون فيما بينهم عن هذا الشخص الذي لم يلتقي أحداً منذ 3 أيام، ويتساءلون عمن يكون هذا الشخص، وعن السبب في مجيئه إلى المدينة، وهل هو صديق أو عدو؟ فقال بعضهم: لعله رجل يحمل رسالة إلى النبي، أو لعله رجل هرب من قبيلته ليعلن إسلامه في المدينة. وقال آخر: لعله قادم من مكان بعيد وغرضه أن يتعرف إلى أحوال المسلمين في المدينة المنورة لينقل أخبارها وأخبار النبي والمسلمين إلى قومه وعشيرته. وحيث كان الذين يمشون مع النبي صلى الله عليه وآله يفكرون بهذه الأفكار والاحتمالات، رأوا رجلاً قادماً عليهم من نهاية الطريق، فعرفوا حينما اقترب منهم أنه مجرد رجل راكب على جمله، وأنه أعرابي قادم من الصحراء. وحينما وصل إليهم واقترب منهم رأوه رجلاً نحيف الجسم، تبدو عليه علامات الجوع والعطش، حتى أن شفتيه كانتا مصبوغتين باللون الأخضر لكثرة ما تناول من النباتات الصحراوية، بينما كانت عيناه غائرتين لشدة التعب والضعف. نزل الرجل عن بعيره وبدأ يسأل عن شخص النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يكن قد رآه من قبل، ولأن رسول الله ولشدة تواضعه كان يتعمد لأن لا يتميز عن غيره في المظهر والملابس. وحينما عرفوه عليه تقدم منه بكل أدب واحترام وقال له: عرفني يا رسول الله كيف أكون مسلما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فنطق الرجل الأعرابي هذه الكلمات المقدسة وقال للنبي: أنا أقر وأعترف وأشهد لله بالربوبية، ولك يا محمد بالنبوة والرسالة الإلهية. ثم قال له النبي: صل صلواتك الخمس، فهي صلوات واجبة وفيها الثواب والأجر الكبير، وصم شهر رمضان في كل عام. فقال الرجل وكأنه كان مسروراً بأداء هذين الواجبين: سأفعل ذلك يا رسول الله.
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله أيضا: وعليك أن تحج بيت الله الحرام إذا استطعت، وأدِّ زكاة مالك إذا توفر عندك في كل سنة، واغتسل من الجنابة. فقال الرجل: أفعل ذلك يا رسول الله؟ ثم إنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله بالرحيل والرجوع إلى قومه، فأذن له النبي فودعه وركب جمله وعاد من نفس الطريق الذي قدم منه. فيما الأصحاب الذين كانوا يشاهدون الرجل الغريب الذي لم يكونوا قد رأوه من قبل ازدادوا تعجبا من قدوم هذا الرجل ومن سرعة إيمانه وتسليمه لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن مغادرته ورجوعه رغم جوعه وعطشه. وبعد فترة قصيرة سأل النبي بعض المسلمين عن الرجل، فأجابوه صلى الله عليه وآله بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً، ولكنهم مع ذلك راحوا يبحثون عنه حتى وجدوه ميتاً مع بعيره في إحدى الحفر، حيث يبدو أنه قد وقع أو تعرض لحادثة ما فتوفاه الله هناك. فأمر النبي الأكرم أن تنصب على جسده خيمة وأن يغسل فيها الرجل الأعرابي، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الخيمة وكفن الرجل، ثم إنه خرج منها بعد فترة قصيرة بينما كانت جبهته الشريفة تتصبب عرقا، وقال للناس: إن هذا الأعرابي مات جائعا وهو لم يلوث إيمانه بظلم، والحور العين تستقبله الآن بألذ الطعام والفاكهة في الجنة، بينما كل واحدة من الحور العين طلبت مني أن أجعلها من زوجات هذا الرجل المؤمن. ثم إن المسلمين دفنوا هذا الرجل العجيب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي صلى عليه ودعا له الله سبحانه وتعالى بأفضل الدعاء.